سندوتش مش فاضي يا الحاج. هذا مو وقت الاكل يا فلافيلو، احنا بنخسر. انت ايش بتسوي يا رستم باشا؟ باين كده ان في حد بيشوي هناك، اصلي في دخان في كل مكان. لا ترمي قنابل، لا ترمي. ما فاضلش كتير، هتخسروا خلاص. عرفت منذ البداية اننا سنهزمهم. ها؟ ايش ده؟ كده كلنا خسرنا، ما في غير فلافيلو هو اللي باقي. اعمل ايه؟ كلهم بيجروا ورايا يا لهوي. اعمل خطة يا ابني، اعمل خطة. لا مش هعمل خضرة، وانا الاقي فين الخضرة دي دلوقتي بس؟ فلافيلو، البنت دي بس هي اللي فضلت من الفريق اللي ضدنا. انت انتهيت وخسرت. فلافيلو، هذا احسن شيء بتعرف تسويه في حياتك، لازم تفوز بالمباراة. ايوه، دي احسن حاجة بعملها في حياتي، لازم اكسبها، لازم اكسبها. ايوه حكسب، اكيد حكسب. اضرب اضرب. شكلها بيسويها. ايوه كده، انا كسبت. يعني انا خسرت؟ شفتوا كسبتها ازاي؟ كسبتها زي ما قلتلكم، انا اللي كسبتها. بابا بص، شوف، انا اللي كسبت يا وعدي. باردون، لا مؤاخذه، فلافيلو اللي فاز. فلافيلو. ايه ده؟ باين تليفوني بيرن. الو الو، ايوه سامع بجد. تمام. باي، نزلوني بسرعه يا جماعه. كفايه كده، نزلوني شويه كمان واخرم الساق. نزلوه يلا. ايش اللي صار؟ مين اللي اتصل؟ هيكون مين؟ بابا وماما، اصلهم جايين يزوروني النهارده. طيب هذا شيء حلو. ما تهزرش، دي مش حاجه حلوه خالص، انت مش فاهم، ده معنى انا كده رحت في داهيه. بتزعق ليه يا عم انت؟ عيلتي فاكره اني بشتغل شغل محترم، وانا في الواقع واحد بيلعب طول اليوم. عرفت بقى دلوقتي انا عمال بزعق وبعيط جامد ليه؟ لا تقلق ابدا يا فلافيلو، احنا كلنا رح نوقف معك. هتوقفوا معايا ازاي؟ رح نرسم سيناريو كانك شخص غني وناجح واعمالك كثيره وكبيره. ايه الكلام ده بجد؟ يا سلام عليك يا كبير، يعني اخيرا حنعمل حاجه تانية ما لهاش اي لازمه في الحياه. انت ليش لابس البدله هذه يا فلافيلو؟ بما انك المساعد بتاعي ولابس بدله حلوه قوي كده، انا كمان مدير وهلبس بدله وابقى برنس البرانيس. انت كده تمزح يعني، مو للدرجه. طيب خلاص، اهم جايين علينا. اوه يا حبيب قلب ماما، فلافيلو وحشتني يا فلفولي. فلفولي؟ اهلا يا بابا، هات ابوس خرطوبك. اوعى كده، فهمني ليه ما جبتناش في طياره خاصه؟ اجيبكم في طياره خاصه؟ اصلي عشان طيارتك الخاصه في الصيانه. ايوه، العجله فرقعت، المساحه باظت، وكمان الراديو اتحرق. هي طيارتك فيها راديو؟ مش مهم الطياره يا ابني، يلا نروح على بيتك. يلا ماما فيلا. الراديو في الطياره ازاي يا ناريمان؟ اهلا وسهلا بيكم يا فندم، اتفضلوا. مين ابو شنب اصفر ده يا فلافيلو؟ ده السواق. اتفضل يا بابا. برافو يا ابو شنب اصفر. ابو شنب اصفر؟ ايه العربية الوحشة دي يا فلافيلو؟ انت مدير قد الدنيا يا ابني، ازاي يعني ما عندكش ليموزين؟ ليموزين؟ لا كيف، عنده طبعا، بس كرة الديسكو انكسرت. ايوه كرة الديسكو انكسرت. ازاي يعني في كرة ديسكو موجودة في العربيات؟ في ايه؟ مفيش، بس انا لازم اظبط مكياجي. ما تقلقيش يا ماما فيلا، هنوديكي البيت عشان تظبطي مكياجك هناك براحتك. يا ابو شنب، يا سواق. افندم. يلا ودينا البيت بسرعة، وايدك تفضل على الكلاكس. تمام يا فندم، كله يمسك كويس. ايه البيت الوحش ده يا فلافيلو؟ بذمتك ده بيت مناسب لمدير في مركزك؟ هذا مجرد استراحة مستر فلافيلو بيه. ايوه بيتي قصر مفلفل كبير. انا قعدت يا جماعة، هروح احضر اي حاجة علشان انا عايزك. لا حضرتك اجلسي مكانك، في طباخ. في طباخ؟ مين ده يا ليث؟ دا الطباخ موجود يا جماعة وتحت أمركم. بس رستم باشا ما بيفهم في الطبخ. هحضر لك طبق مميز جدا وجديد يا فندم، عمرك ما دقته في حياتك. قول لي إيه هو يا ترى؟ طاجن مخدة في الفرن. طاجن مخدة في الفرن؟ ها؟ إيش ده؟ رسالة.
جدني رسالة. هو بيصرخ كده ليه يا ابني؟ لا ده ابو شنة بصفر، ساعات فولتو بيلسع عادي. تعالوا بسرعة تعالوا. يا ابو شنة بصفر بتعمل كده ليه؟ شوفوا كده، انتوا صدقتوا ولا ايش؟ ايه ده، ده تليفون. يا سلام، اقروا الرسالة هذه. مبروك، ربحتم الفرصة الذهبية للمشاركة في مسابقة الدهانات الشقية. مش ممكن اللي بيحصل، يعني خلاص قبلونا في المسابقة؟ أنا ماني مصدق. طب وأنا هعمل إيه دلوقتي؟ كده مش هعرف أدخل المسابقة وعيلتي موجودة عندي. أنت حتشارك معانا بس في السر، حتسوي كأنك رايح الشغل عادي وتيجي معانا. تمام، نجرب كده. يا فلا فيلو يا ابني، الأكل فين؟ أنا جوعت قوي. أنتوا بتعملوا إيه هنا يا جماعة؟ أصل إحنا الراديو انحرق. إيه؟ أنا كنت في اجتماع مهم مع عمالي، أحالب عليكم، محدش يرقص تاني في وقت الشغل وإلا هرفدكم رفداً رفيداً. حاضر ما رح نرقص، حاضر ما رح نرقص. قلت بطلوا دلع. يا ابني طالما أنت بتشتغل شغل مهم قوي كده، زبطت لك اجتماع مع صديق أعرفه من زمان. على فكرة الراجل ده صاحب شركة مهمة وكبيرة، قال لي انه عايز يدخل معاك في شراكة ويعمل شغل كبير وكتير. مستنيك بكرة الساعة 7 بالليل، هتروح تقابله في مقر الشركة بتاعته. حاضر يا بابا. يلا اتفضل عشان نقعد ناكل، يلا اتحرك قدامي. حاضر يا بابا فيلو. فلا فيلو قدامه شغل كتير مرة. ايش الريحة هادي؟ شكلي نسيت المخدة في الفرن. مش مصدق عينيا، المكان طلع احلى من اللي تخيلته بكتير قوي. اوه شوفوا كده، هدول عندهم شركات رعايه، يمكن في اخر المسابقه يصيروا رعاه لاي احد راح يفوز فينا. اوه وبعدها ما حنعرف نعد الفلوس ولا نلاحق على الشهره. شفت برنامج المسابقه؟ اول مباراه لينا مع فريق اسمه ذئاب زمان. هات الورقه دي كده. اسمي موجود، بقيت مشهور. ذئاب زمان. دول اكيد هيبقوا عواجيز قوي. حتى وانت تمشي مو بقادر تطالع قدامك ايش بتسوي يوم المباراه. كفك كفك. صح لسانك اخوي. محبي الدهانات القويه الشقيه، اهلا بكم في المسابقه الكبرى، والان سنبدا مباريات المرحله الاولى. هل انتم مستعدون؟ اذا استعدوا فالمنافسات ستنطلق. اترياكم يا صغار يا حلوين. بتعمل ايه يا فلافيلو؟ بتتوتر. بعمل كده. اهدوا يا جماعه، ليش متوترين؟ حنفوز اكيد، عشان احنا فريق مره قوي. هاتوا ايديكم نتواعد. فريق مره قوي. والفائزون في النصف النهائي الفريق الجامد قوي. اللقاء النهائي في الساعة 8 مساء، استعدوا للقاء القرن، لا تفوتوه. يا لهوي، انا لازم الحق اجتماع الساعة 7 مع الراجل. اهدى يا فلافيلو، المباراة الساعة 8، يعني اكيد هتلحق. بس اوعوا تبتدوا الماتش من غيري. بص عمل ايه، واضح انه كان لابس البدلة تحت هدومه. حاسس اني اتبخرت من الحر. استاذ حضرتك، ما تسأليش اسئلة، انا متحمس. ها انا كده هدخل امتى؟ حضرته باجتماع هلا، رح يخلص بعد شوي ويقابل. تمام كده انا فهمت، انا حترعش كمان شويه. كده الماتش النهائي قرب يبدا،
أنا لازم أمشي حالاً، مستقبلي بيضيع. أنا جاي لك يا مستقبلي. تمام يا سلوى، أقدر أقابل ابن ناجي بيه دلوقتي؟ بس حضرته ما نطر وترك. معقولة ده؟ فلافيلو فين راح دحين؟ المباراة راح تبدأ يا جماعة. أنا جيت. تمام يلا ندخل، ما عندنا وقت، خلاص يلا امشوا. استنى عندك يا ولد. بابا فيلو، حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا اتفاجئت. انت اللي بتعمل ايه هنا فهمني. انا اتصلت بصديقي وعرفت منه انك ما دخلتش عشان تقابله، ولما جيت تمشي ده وقع منك من غير ما تحس، ولولاه ما كنتش عرفت انت بتعمل ايه من ورايا. مش بعمل حاجة خالص يا بابا. انا سألت عنك وانت ولا مدير ولا عندك شغل ولا اي حاجة، انت ما عندكش عجلة عشان يبقى عندك ليموزين زي ما قلت. ازاي يا ولد تكذب علينا وتخدعنا؟ أرجوك. أنا بعترف إني كدبت، خدعتكم عشان مهما عملت مش هيعجبكم. أيوة، أنت طول الوقت عايزني أبقى راجل أعمال زيك، بس عمرك ما فكرت أنا بحب أعمل إيه ولا عايز إيه. كنت عايز سعادتك بس عمرك ما فكرت في سعادتي. أنا بحب ألعب الفيديو، يا ريت تفهم. يلا يا جماعة، عندنا ماتش، عن إذن حضرتك يا بابا. بس هكسب الماتش وارجع لك تاني، هروح أعمل حاجة اللي أنا بحبها. تتصور وأنا جسمي أشعر جدا؟ بص إيدي كده، بص. ما في وقت للكلام هذا، لازم تفوزون. موعدنا الآن مع اللقاء الفاصل المرتقب، الفريق الجامد قوي ضد الأطفال المجانين. الفريق المرة قوي، انتوا جاهزين؟ احنا فريق مرة قوي. يحدث، الأطفال المجانين متقدمون، الجامدين قوي لم يتبقى منهم أحد إلا فلافيلو. أيوة، إحنا كلنا خسرنا، أنت أملنا الوحيد دلوقتي يا فلافيلو. لا تنسى فلافيلو، هذا أحسن شيء بتسويه، يلا صدقني أنت رح تنجح. أكيد هنجح. حظي سيء. وأنا خسرت. فلافيلو يلا، مو باقي غير واحد قدامك، يلا اصبغوا اصبغوا. ايوه كده، ايوه بالضبط. الفائز بالمسابقة الفريق الجامد قوي، وجائزة أحسن لاعب في المسابقة لفلافيلو. فلافيلو بي، إحنا بنراقبك من المرحلة الأولى للمسابقة، معجبين بأسلوب لعبك الحريف، جايين نبقى الراعي بتاعك، وياريت نتكلم في أي وقت. دلوقتي بتر عشمان الفرحة. يا ابني مبروك يا حبيبي، واضح انك نجحت في حاجة صعبة قوي. سامحني ما قدرتش اللي كان نفسك تعمله في حياتك. انا بصراحة فخور بيك وبنجاحك. مش مهم يا بابا، انا فرحت قوي انك فهمتني. وريني الكاس ده كده يا ابني، يا ترى ده معمول من ذهب حقيقي ولا نحاس ملوش لازمة؟ بابا بهزر يا ابني، بهزر.